مثل رائد الغامدي الآن جاك الفرصة أنك تثبت أنك بالفعل ضالة للمنتخب. أنا أنظر المنتخب وقلت لك أسبوع اللي راح ما عندنا لعيب مهاجم في المنتخب، أتمنى رائد يعني أشوفه لما كان في الرائد لاعب على مستوى، أتمنى إن شاء الله يعني يضاعف مستوى. ما جاته فرصة أكثر من كذا أشياء يعني مع النصر يعني أنت كأنك على مسرح تقدم الآن على مسرح النصر، نادي جماهيري نادي منافس ما لك عذر، فأنت شد حيلك مع مجموعة لاعبين سواء محترفين أجانب أو سعوديين. أيضا الهلال وموقفه من مال عابد شيء يعني برضه ينم عن احترافية وتشكر عليه إدارة الهلال. اللاعب مهما كان السي في حقه التاريخ ولاعب منتخب ولاعب دولي عنده فرصة الآن أنه يرجع للمنتخب من بوابة الشباب. فالآن الكرة في مرمى اللعيبة مو في المرمى اللعيبة، هم يثبتون أنفسهم. وأتمنى إن شاء الله أنه يرجعوا للمنتخبات أو يضمون للمنتخبات عن طريق التجربة.